احنا جينا عند اختي سارة. الله يكبر الله يرحم امي السعدية والله يرحم امي السعدية. كيف كويس مغلقه ديالو مريم مغلقه بنت لي ما شكون عندها عطا انس شوفوا نشوف منين عندها شوفوا منين عندك لها شكون عندها ولدك ياك فير انس ما شكون الكاس ديال القرعه مريم هاك يكونوا كيلعبوا فيها كبري ومحترمه شوفي هاك كولها شوفوا الفير شوفوا بس بين اختي ساره والله هذا والله قسما بالله وشتتنا البيت وكن غادي نمشيو البنات حيت جينا اصلي مع صابر الطوموبيل جا خويا صابر البنات الله يجازيه بخير اختي ساره الله يرحم السعديه امين مرحبا بك مسكينه غدا عارفه باغا دير صدقه الله يسهل ان شاء الله غدا البنات غادي ندير صدقه نعم الجمعه اللي فاتت كنت نجي درنا عماد جا مدقدق تنقول لها يلا نمشيو تقول لي مدقدق كي صافي خليتها للجمعه الجايه ان شاء الله اشنو دير ها كنت باغا تجي عندك دار الجمعه اللي فاتت درت صدقه واليوم حتى انا كلشي تنجيبو تنعيط لك اليوم ثاني كنت غندير صدقه وما كتبش واش ديك الصدقه درتي داكشي راسك نعم والله كنت كنعسي وقفتي مرا ونص قسما بالله تعجبتيني يا صاد والله وقفتي مرا ونص والله عرفتي وفداك الحزن وفداك البكا وفداك التحطم وكنتي واقفه مرا وشوفي كل شيء اقسم بالله كنتي فيها بسرب ليا وحدي فيهم شلي لبس عليهم وتصوري المرا دفنوها بحال ما كاينه لا كنيزه لا حتى شي حاجه انت راه واقفه بدوك الناس راه جاو تجمعوا على كل شيء راسها ما خلات حد ما خلات حد من بعد يجي عندها ويقول لها انا درت لك غنعطيك وانا ما خلات حتى شي حد يحل عليها فما وقفتي مرا ونص وخيرك اللي كنتي درتي كملتي في النهار الاخر احسن حاجه والله يجازيك على هادشي كامل اللي درتيه صافي لا عذبوني 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 انا ملي ما تسوقش انا كنت حامله كنت عندي 7 شهور وقفت راسي وقفت كلشي هادو لا في لا في التقضيه لا في كلشي واخا داك راه مي والدوخه راه في الكنازه ملي نمشي في الضايق البنات اللي ما كانوش حاضرين في اللايف اخالتي لطيفه كانت في اللايف حتى الناس اللي عاتبوها راه في هذيك اللحظه راه كنت انا اللايف واش بينت امي السعديه ها هما الناس كانوا هاد الناس اللي جاو عندي شوف شفنا بعيني ما كاينش هادشي انا هذيك الساعه ديك الساعه اللي انا ما عارف والو كيهضر بلاد ما عرفتش حاجه كيهضر هاد الناس اللي جاو عندي البنات كانوا في اللايف شاف انا راه كنت نتفرج كلشي راه متبعاك فيما تديري اللايف تنتبعك كاين اليوم غير سامحات الدور انا جيت عندك نهار جيت عندك كانت مريضه ما عيطت لك ما والو تعيط لك داك انا جايه نشوف امي السعديه هاد الشك كانت مريضه وكانت سيكسو وداك الشيء وعطاتنا القصريه فيما تشوفوا ديك القصريه تقول لي هذه ديال مستعدي ديال ساره ورحبات بهم وشحال وشحال ضحكنا شحال ضحكنا داك النهار وشحال غنينا وشنا بحال بحال حسينا هذيك هذيك تكون هي اخر مره نتلاقاو معها الله يرحمها في هذا النهار كنا نمشيو كنا شي كنا في بلاصتنا الله فهمت ما تعزلش يا بنتي هذه كنقول هذا الميساج ديما كنقولوا اختي لطيفه الناس اش كنقول لهم راه كلنا غنمشيو يعني كلشي كيهاجمني كيقول لي بينتيها في اللايف انت خالتي كنتي في اللايف حيت هذوك اللي قالوها لا ما كانوش ما شايفينش واش انا بينتها قالوا لي لا مريضه انت ديما تتكتكون انت عاوني عندك عمرك بينتها لا ديما عاوني عندك عمرك صورتيها لا ديما تتكون معاك انا تنشوف ديما انت وياها صافي بالك بحال ما كتصوريهاش كتوقفي معاها الناس ما كيشوفوش داكشي دابا انا مع ولادي دابا انا مع ولادي هاكا ديما انا معاهم صافي دابا تتعود عليكم عائله تتبانوا صافي تتعودوا بحال دابا انا مع ولادي ديما انا خالتي لطيفه واحد النهار كانت عندي كانت عندي وما صورنا ما والو ديها انا السبيطار كانت مرضات السلام عليكم نزبني لاباس باخا عيت والله ها ولي عطلنا والله لا مرات الكره ضربتك بزاف عيتي انا نبات هنا وما يمشي لا مرحبا بكم غتبات خالتي لطيفه لا 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 راه شتا كنتو كاين شوفو واش غترجعوا تسلا غدا نمشي نجيب الحاولي باقي لي شحال من خديتو الحاولي من ما صافي السول 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 هضري انت يا عافاك من هوك وانا ما نموك ما عرفتي لا خلي اياتها واش السول تنقولها هي هذيك اقول ايش اقول شنو هي السود؟ السود واحد المدينة حتى لما يقصر متر وعشرة وكذا وكذا والله أنا متمشى كاك هانتوما كيعيطوا شحال هذيك تهضري في أمي أنا كاع ما نهضرش على في ولاد
بلا ما ندوي ياك اي اختي ياك سيما تفنى انت شوفي انت قلتها كتبكي فنى وانت مريضه فنى ربي يحفظك غزالة قسما بالله والله تفنى كبيده ديالي لا يخطيك انت عطاتك عطاتك فراسك النهار اللي ماتت امي سعديه عائشه تكون دايره الله تقول لها مشيتيش عند ساره ومشيتيش عند ساره ومشيتيش عند ساره وواحد نوبه شافوني فين مشيتيش عند ساره ومشيتيش عند ساره قلت لهم انا ما تنبغيش نمشي فين شوفوا اللي تكون عامره الدنيا عامره ما بغيناش نمشيو حيت كلشي اغلبيه الناس كانوا عامره باين على الجو ماشي كلشي جا على نفس الحاجه ماشي كلشي جا حيت بقات فيه ساره انا عارفه ساره دابا باقي قلبها عامره قلت لها قلتها لها درت لكم في الفيديو قبيله مشي عندي للرباط وتجلس معايا في الدار ومشيو للبحر انا درت معاك في حياتي وجهك على الحزن راه عتو البنات لا شتو وجهها راه وجهها دبل بالبكا راه عتي بالبكا بالبكا ضعفت على المره اخر مره شفتها كان وجهها منور دابا ضعفت صافي دابا هي وجهها حتى وجهها ضعف شحال ضعفت مزيكينه كتقطع على ربي ديك الساعه خاص صباره يا امي صباره وما لقيت لك الجهد والله يرحمها في الدمار من كمان ماما كتعشي ماما ديري السر الناس قولي لي بشحال خديتي لحولي ما كنقولوش في البارك واحد البارك صافي لا قولي لي قولي واش دابا قولي لي انا ما لقيتش انا وقلت لها بوك الله كانت تقول كانت تقول لا انت مسمومه 110 لا ما كنتش شحال 110 لا لا شوفوا انا خديتها وتا خدينا داكشي ديال اللي كتبتي لا شوفوا قالت لي انا بيني وبينها قبيله ولكن ما نقدرش نقول دابا خديتو خديتو ولكن خديت بكري الثمن ديال الشيء ما تقادش اه انا خديت هو حولي زوين تبارك الله هو كبير ماشي شي حولي صغير ولكن الثمن في الدار حنا خدناو المغاربه بحال اللي خداو خدنا المغاربه كاملين شوفوا انا مشيت خديت انا واحد الاخت ديالي خدينا بكري مشينا عند واحد السيد في السور خدينا من عنده بكري فهمتي وما دابا كلشي تيقول لك الغلا 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 صوري ساره معانا شوفوا البنات ما تغزاله ساره فين اختي شتي شتي الله يكبر قلت لكم البنات قالت لي انا قبيله بشحال البنات ساره من عاوتاني جاي عند الدراري هاد النوبه عرفتي داكشي اللي عجبوني قالت لي شحال اللي جيت لعندك عرفتي علاش على ود موسعي اتمات اما حلات هذه ثاني مره جينا كانت حالفه عليا قالت لي ما نجيش حتى تجي انا قلت لكم البنات قالت لي خالتي لطيفه بشحال خدات ولكن ما نقدرش نقول لكم حيت هي انت خديتي ولا لا انا اللي ما خديتش علاش ما خديتيش امي وين تعيدي معايا يلا اجي بعيدي معنا العار ما جا الله يرحم بك ويدي ما جاي عيدي معنا عافاك والله صراحه اجي انت وليدات قسما بالله الله الله يكبر اجي وانتوما شوفوا اللي في الكومونتير اللي يقولوا لي اجي عندي معنا قسما بالله تي اجي مرحبا بك فات عيدات معايا واحد المراه هي في الوليدات ديالها كانت شي عندها شي غيار مع راجلها وما شراتش يلا معنا واحد البنت اه ولا اللي فات عيدات معنا انا عيدات معنا واحد البنت راه دابا في الامارات سبحان الله كل مره وهاد المره شحال الله شي والله الا عيدي معنا ما فراسيش والله تجي جيبي الوليدات الله يسهل عليك وجيبي تا انا العيد والله ما كرهت نسد عليا عرفتي علاش حيت ما ساهلش لا اختي خاصك تجي ترحمي وجهي شوفي واحد الحاجه نقول لك راه اي فاش جات داك النهار وجمعات معانا هضرات معانا بقات مخشيه في السعديه حماقات على السعديه انا سميت امي سميت امي وبحديره بحال امي الله يرحمها فوتوكوبي ديال مي راه انا صورت الدار كدي ليا فاش جات البنات بقات هكا مخشيه في امي السعديه وكتعاود ليا كتقول لي اذا تزوجتي واش غديري مسكينه عرفتي ما خلاتناش تفكر امي فيها ياه اقسم بالله امشيت بامي في الاخر ديال حيت امي كان فيها المرض الخايب فهمتي ماتت امي ماتت في 2010 وملي كانت غادا تموت تنسلات المرض ما خلاتش تعافت وليتي تشوف ولات كتاكلي بالصيرو هي باقا صغيره عندها شي خمسه وشحال شي 53 هكاك الا شتي تقولي امي السعديه ما صغيرة باقي خو باقي خواتها دابا عايشين خوتها باقي خوالاتي باقي كلشي وهذاك ما كيجيب الاعصاب ها داكشي كتب الله وكتب الله وكتب ما تيجي لا بأعصاب لا بميكروب لا والو كله كيفاش دابا ولا العلاج ولكن شحال هادي راه ما كانش 2010 فاش ماتت شوفي جاك المره الاولى هي كان المره الاولى قتلها كان المره الاولى قتلها هي كما المهم بنادم تيبقى هو ما قليل اللي تيتعيد لي ولكن الاكثريه تيبقى حيت الا جاك كيقول لك الا جاك المرض الخايب المره الاولى تقدر تعالج المره الثانيه اللي عاود جاك صافي غتموت هي المره اللي من المره الاولى ما كانتش كتبغي تداوي ما كتبغيش الله يرحمها يا سيدي ربي يحفظها انا امي بقات بلاصه كنحني ليها في العيد الكبير كنحني ليها غتحسي بالفراغ ولكن خاصك تولفي بركه بتخي صافي اربع سنين اه والله اربع سنين ويلي ماشي ساهله اربع سنين
أو الناس كيربيو غير كيربيو غير قطيت معاهم الطره كيولفوا 15 في شهر 10 2019 كورونا في يامات كورونا كان انس ولدي عنده 6 شهور ما كاملاش ما راه بعديش دابا انس عنده 4 سنين ونص 4 سنين و بصحاش كنت من عياله كنت بصحاح حتى انا امي راه كنا حنايا 4 ديال البنات وتنتعاون على ما يكون شي ربي ديالك كنبغيها انا تمنيت دير لي كوش ونهزها بيه واخا دارته نديرو نهزها بيه تزحف ونهزها المهم غتبقى تشوفيه ونشوف ديك الضحيكه اللي فيها الله يرحم راه كنا غاديين ما تعذباتش ما والو والحمد لله على كل حال ما غادي يبقى حتى ما يبقى المهم حنا نمشيو اختي بالسلامه عليكم هما كيبغيو تمشي بيت والله كيشوفوا والله ما نقدروا شوفي المره الجايه غتجي عندنا انتيا في العيد دابا غنقضي انا فما تنفكر واخا تنعيط لك فما تنفكرك تنقول شرختي نمشي خصني ما كرهتش الله يسلمك قطعها في المونتاج.